السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرجع تاني بعد التوقف لتقريبا سنة عن فيديوهات التبريد، خصوصا باستخدام البليتير أو أنظمة التبريد، أن احنا نعمل نظام تبريد مائي أو أنظمة التبريد اللي عملناها قبل كده وتوليد الكهرباء من خلال السيرمو إلكترو كولر. كل التجارب دي هننقلها لكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. اهلا بيكم، معاكم محمد احمد ودي قناه فيكراس، وفي فيديو النهارده هنوضح ازاي نقدر نعمل نظام تبريد مائي متكامل بادوات بسيطه جدا من السهل ان كلنا نقدر نحصل عليها، وهنجرب التجربه بتاعتنا على 4 بليتير عشان نتاكد ان نظام التبريد بتاعنا جبار، واكيد ده واضح من نتائج التجربه اللي واضحه. نبدأ على بركة الله، وطبعا بطل فيديو النهاردة هيكون جهاز العفريت ده اللي وضحناه قبل كده، وان شاء الله هسيب لكم رابط الشراء برضو كتذكير اسفل الفيديو، ورابط الشراء الخاصة بكل المكونات اللي هنعرضها في فيديو النهاردة. دي قطعة ابلكاش يعني من الباقي اللي موجودة عندي زي ما واضح امامكم، دي استخدمها ان هم يعملوا سبورة للكتابة عليها، وقطعة خشب برضو من الباقي اللي موجودة عندي زي ما واضح امامكم عشان نقدر نعمل الصندوق. ومعانا هنا الرداتير، الريداتير ده تقدر تحصل عليه من اي حد عنده ريداتير او اي حد بيصلح ريداتير، ومروح الكمبيوتر قديمة بس يفضل انها تكون مروحة قوية او من المراوح الخاصة بالبروسيسور بتاع الكمبيوتر. طبعا مضخة، المضخة مائية، بس المضخة دي طلعت نوعها مش كويس، فهنقدر ان احنا نستخدم مضخة زي ما وضحنا قبل كده الخاصة بمساحات العربية، نقدر نستخدمها لما نستخدمها على 5 فولت بتشتغل معانا وقت كبير جدا وما بتعطلش. انا اشتغلت معايا على 5 فولت ايام متتالية، يعني ممكن اشتغلت معايا شهور كمان. هنبدأ نجيب المروحة مع الريداتير، وهنشوف الارتفاع اللي احنا حابين نعمل بيه الهيكل بتاعنا، وهناخد علامة عليه وهنقيسه بالمسطرة وباستخدام الزاوية القابلة للتعديل زي ما واضح امامكم. هنبدأ ناخد علامة علينا بالشكل ده، وبالمسطرة هنشد خط مستقيم، وبعد كده نخش بالعفريت. ما شاء الله. بعد كده باستخدام قطعة صنفرة ونثبتها على المنضدة أو الترابيزة اللي موجودة عندنا، وبنبدأ نساوي أطراف الأبلكاش اللي معانا أو الخشبة اللي معانا بحيث إنها تكون أطرافها كلها متساوية، فتكون بشكل احترافي بالشكل ده زي ما واضح. بعد كده هناخد أبعاد اللي هو طول في عرض الريداتير اللي موجود معانا، وهناخد المقاسات بتاعته باستخدام مسطرة، وهنقص عليها قطعة خشبية علشان نقدر نعمل صندوق مربع، أو بالأحرى نعمل صندوقين زي ما هنوضح في الفيديو. تابعوا معايا الخطوات كلها بالتفصيل. بعد كده طبعا كالعادة هنبدأ نسوي الخشب، أو لو أنت مش محتاج للخطوة دي لأن الخشب طبعا هيكون بالداخل، بس أنا بفضل إن يكون الشغل كله مسبوق. وهبدأ أسوي الخشب باستخدام صنفرة طبعا، ونفردها على المنضدة بتكون شغالة معانا بشكل كويس جدا، والنتائج بتاعتها هتكون احترافية إن شاء الله. زي ما واضح أمامكم قدرنا نعمل صندوق يعني إلى حد ما احترافي. ونجرب الريداتير فيه بالشكل ده، تمام 100 100. هنبدأ نثبت القطع الخشبية ببعضها باستخدام مسامير ومطرقة أو مسامير وشاكوش، أو لو عندك مسامير حلزونية، أو لو كان معاك قطع خشبية أعرض من كده نستخدمك المسامير دي، لأن القطع الخشبية اللي معايا زي ما واضح إنها رفيعة جدا. لو أنت عندك قطع خشبية أقوى من كده استخدم مسامير البورم عادي، تمام كده 100 100. بعد كده هناخد أطوال الأبلكاش اللي احنا قصيناها على الخشبة بتاعتنا، 2 للطول و2 للعرض علشان نقدر نقفل الصندوق بتاعنا. وطبعا كالعادة باستخدام العفريت هنبدأ نعمل قصات احترافية كأن معانا ورشة كاملة. هنبدأ نثبت القطع اللي معانا، الابلكاش اللي معانا او القطع الخشبية ببعضها باستخدام مسامير. لو عندك غراء حبذا تبدأ تثبت بالغراء، طبعا لو عندك مسامير مناسبة بأطوال الخشب يكون أفضل. أنا بعمل التجربة، بنقل التجربة كلها بحذافيرها، وبعدين باستخدام الشنيور والبنطة اللي احنا بنفتح بيها الفتحات بالشكل ده هنعمل بقى ثقبين على المقاسات الخاصين بالمواسير او بخروج الخراطيم الخاصة بالريداتير زي ما واضح. احنا كده خرجنا المواسير الخاصة من بالريداتير بره في الخارج، وقفلنا القطع الخشبية التانية، واصبح معانا صندوق متكامل بالشكل ده. فاضل بس ان احنا نقفل الوش بتاعه ونركب فيه المروحة.
بس في قبلها في خطوة نعملها، ان احنا محتاجين ان احنا نقفل او نثبت الراديتير جوه بشكل منظم، وكمان نقفل المسام بتاعتنا عشان الهواء يمر كله من خلال الراديتير. زي ما واضح ممكن استخدمت الفوم ده وكان اول مرة استخدمه في حياتي، واظن ده واضح ان انا بستخدم كميات كبيرة ما كنتش اعرف ان هو بيكبر بعد كده، وبيكبر بالطريقة اللي واضحة امامكم دي، علشان بنسيبه فترة طبعا بيجف، وبيقعد تقريبا ساعة تقدر تستخدمه بعد كده، بس بيجف بشكل تام في خلال 3-4 ساعات. وانا باستخدام طبعا العفريت هنعمل مربع عشان نقفل بيه الصندوق، وباستخدام الشنيور وبونت اوسع من كده بالمقاس المناسب للمروحة اللي معانا هنعمل فتحة بشكل حلقة بالشكل ده، ونبدأ نثبت فيها المروحة باستخدام مسامير وبراغي او براغي والصواميل بتاعتها بالشكل ده. بكل بساطة احنا قدرنا نثبت المروحة، واصبح معانا كده تصميم احترافي خاص بصندوق كده. الفوم اللي معانا جف، وكده المسام اللي معانا اتقفلت كلها، كل الهواء مش هيمر غير من داخل الراديتير. زي ما واضح امامكم الراديتير هيكون الهواء المروحة هتشتغل كشفاط هتشفط الهواء من الداخل. طبعا لما المروحة هتشتغل كشفاط لازم في هواء تاني يدخل، فالهواء هيمر كله من خلال الراديتير فهيبرد الراديتير، وهنعمل كده منظومة تبريد. وطبعا المجموعة دي او المنظومة دي انا شاريها من موقع بنجود، لينكات الشراء ان شاء الله هتكون موجودة اسفل الفيديو. هي عبارة عن اربع مراوح ومبرد كويس جدا، مبرد الومنيوم، وحواليها وعليها ووتر بلوك جودته عالية جدا، ما كنتش متوقع ان هو يكون بالجودة دي، ومعاه اربعة سيرمو الكترو كولر. المنظومة دي كلها هنستخدمها معانا بحيث ان احنا نوضح عليها، وكمان هنكملها في التجارب بتاعتنا اللي هنعملها ان شاء الله لغاية لما نوصل لمنظومة تبريد ان شاء الله، لو هنعمل بيها تلاجة، ونوضح الفوائد بتاعتها بعدين. دي طبعا الدائرة اللي عملناها قبل كده مع بعض، دائرة تنظيم التيار اللي بنقدر نتحكم في الفولت بيها، وانا فكيت المقاومة المتغيرة بتاعتها البوتنتيوميتر اللي معايا، فكيتها بحيث ان انا اقدر اركبها في الوش بتاعنا، وعملت لها ثقب باستخدام الشنيور، وهنركبها بالشكل ده ونربط الصامولة بتاعتها. الدائرة دي شرحناها في اكتر من فيديو قبل كده، وتقدر تعملها من غير البي سي بي خالص، وشرحناها في اكتر من فيديو ووضحناها، وهسيب لكم ان شاء الله الفيديوهات او زي ما ظهر امامكم في الفيديوهات السابقه، او تقدروا ترجعوا للفيديوهات السابقه وتشوفوا كل الفيديوهات بتاعتها. المروحه مش محتاجين فيها غير الطرف الاحمر والطرف الاسود، هما اللي بيكونوا الموجب والسالب، والاطراف التانية بتكون خاصه بتحديد سرعه المروحه او بدرجه حراره الهواء اللي عدى من المروحه في بعض انواع المراوح. بالشكل ده هنوصل طبعا الاسود اللي هو السالب، هنوصله مع السالب المشترك اللي جاي من التغذيه اللي راح على المروحه، وهنوصله طبعا في طرف الجي ان دي اللي موجود في الدايره بتاعتنا، او زي ما وضحنا قبل كده في الدايره لو انت حابب تعملها من غير بي سي بي. وبعد كده هنوصل الخروج او الاوت اللي هو رايح للمروحه، او هنوصل الدخول وبعد كده الخروج زي ما موجوده على البورد، او زي ما وضحنا قبل كده في الدايره هنوصل المروحه ونوصل الدخول بتاعها بالشكل ده. ونجرب، ممتاز كده احنا بنقدر نتحكم في سرعة المروحة، وبناء عليه نقدر نتحكم في شدة الهواء المتدفق معانا، فنقدر نتحكم في التبريد، وكمان نقدر نعمل ده مع المضخة بتاعت المياه، فنقدر نتحكم في كمية المياه اللي بنقدر نمررها معانا. وبعد كده اثبت الدايرة في المروحة بالشكل ده بحيث انها تكون مرفوعة عن الريديتير، فما تلمس الاطراف بتاعتها في الريديتير، في نفس الوقت هتكون في مكان فيه تهوية كويسة، فالمروحة تكون معانا تمام، او نظام التبريد الخاص بالريديتير اللي ممكن تمسك الاطفال يكون مظبوط. وبعد كده هنركب المسامير بتاعتنا وهنثبت الوش اللي معانا، واصبح معانا كده صندوق تبريد احترافي. كده معانا ده المضخة، وعملنا لها نفس النظام دايرة عشان نقدر نتحكم في كمية المية اللي بنقدر نمرها في الريديتير من خلال المقاومة المتغيرة، نقدر نتحكم في سرعة المضخة وبناء عليه كمية المية اللي مرة. توضيح لطريقة توصيل المضخة أو نظام المنظومة التبريد اللي معانا، احنا ده الخروج معانا اللي بيرجع تاني للدوره المغلقه اللي احنا بنعملها. المايه بتخرج طبعا من المضخه، بتدخل على الوتر بلوك، تبرد الاربعه بليتر اللي معانا بالشكل ده، او الاربعه بليتر اللي موجودين معانا. وبعد كده المايه بتخرج من الوتر بلوك، تدخل على الريديتير تتبرد، وبعد كده بتخرج تاني ترجع للخزان اللي معانا، او لو معاك مضخه تقبل ان انت تعمل دايره مغلقه تقدر تستخدمها وتعمل دايره مفرغه زي ما وضحناها في الفيديو الخاص بالتبريد المائي الخاص بجهاز الكمبيوتر. كده احنا اصبح معانا نظام تبريد مائي متكامل، فاضل معانا شويه توصيلات هنعملها، بس محتاجين طبعا باور عشان نجرب عليه، وزي ما وضحنا افضل حاجه او اسهل حاجه تقدر تحصل عليها باور جهاز كمبيوتر اوريجينال موجود، بيكون معاك 350 واط او 600 واط، وبيكون باسعار مناسبه جدا تقدر تحصل عليه. وهنوصل طبعا الطرف الاخضر زي ما وضحنا في طرف الجي ان دي، او اي طرف اسود خارج ووضحنا قبل كده في درس سابق الاطراف الخاصه ازاي تقدر تستخدم باور سبلاي، وازاي تقدر تحصل على الفولتات اللي موجوده فيه كلها بكل سهوله. وهنوصل طبعا الاطراف الخاصه بتغذيه المضخه وتغذيه المروحه اللي معانا اول، قبل ما نوصل البليتر، وهنوصل المروح طبعا اللي مع البليتر عادي مش مشكله، بس مش هنوصل البليتر غير اما نطمن ان في تبريد حصل.
بالشكل ده، نوصل الجيني اللي بتاع البليتيرو، نسيب بس أطراف الموجب. يعني هنوصل الأطراف السمراء والأطراف السوداء هنوصلها، وهنسيب الأطراف الحمراء اللي معانا. بعد كده هنعزلهم بأي حاجة باستخدام الشرانك طبعا، بس أنا طبعا مش هسخنه، أنا طبعا بجرب. وبعد كده هنوصل، هنشوف زي ما واضح أمامكم المية بدأت تتحرك، بس المية طبعا عشان بلونها الشفاف مش واضحة، بس زي ما واضح أمامكم الفقاقيع الهواء بدأت تخرج من الريداتير، وبدأت تخرج الهواء من منظومة المية، من منظومة التبريد اللي معانا. ولازم ننتظر طبعا لما الهواء كله يخرج، ودور الخزان في الموضوع ده، الخزان مهم أحسن من الدورة المغلقة، لأن في الخزان بيخرج لك كل الهواء اللي موجود في الدائرة، لأن الدائرة طبعا مجرد ما بتسخن بيبدأ الهواء يتدفق بشكل أكبر، أو بيكبر حجم الهواء اللي موجود جوه، فلو في كمية هواء بساط ممكن يوقفوا لك النظام التبريد المائي بتاعك، ويبدأ كده الحاجة اللي معاك ممكن تعطب، لأنك بتبقى معتمد على إن المية بتبرد. بعد كده نوصل الكهرباء للبليتير بالشكل ده، وكمان وصلت حساس الحرارة ده معانا عشان نقدر نوضح درجة الحرارة اللي موجودة اللي قدرنا نحصل عليها، ودرجة البرودة اللي قدرنا نحصل عليها. وهنركبها وهنسيبها تقريبا 10 دقايق، ونشوف في ال10 دقايق دول درجة الحرارة اللي معانا وصلت لكام. وطبعا والمراوح شغالة، يعني في تدفق هوائي عشان نقدر نعرف درجة حرارة الهواء اللي خارج، نقدر نوصلها لكام كده. درجة حرارة الهواء اللي خارج بعد تقريبا 10 دقايق ثبتت معانا، يعني على 13.6. طيب هنفصل المراوح ونوصل تاني البليتر، ونشوف احنا هنقدر نوصل. زي ما انتم شايفين، بمجرد ما وصلت البليتر بدأت تقل درجة الحرارة. انا مش مقطعتش حاجة من الفيديو اللي جاي، لغاية لما نشوف انا مسرع الفيديو 10 اضعاف. تقدر تشوف وقت الفيديو اللي انا بدأت فيه وتقسمه على 10، تعرف وقت الفيديو الحقيقي عشان تعرف سرعة التبريد وكانت شغالة معانا ازاي. زي ما واضح امامكم وصلنا لتلاتة تحت الصفر، 4 تحت الصفر، ل5 تحت الصفر، وهنكمل التجربة إن شاء الله لغاية لما نوصل ل-10 تحت الصفر وأكتر من -10، لأن الدائرة دي مفيش فيها قياس أكتر من -10، بس هي ثبتت معايا على -10 تحت الصفر. بعد فترة وصلت ل9، وبنشوف طبعا المنظومة اللي معانا كده، المنظومة 10 على 10، مفيش فيها أي مشاكل معانا خالص. زي ما واضح لسه درجة الحرارة بتقل، بتوصل ل9.3، وبعد كده هتوصل ل9.5، وبعد كده هتثبت معانا على 10 درجات تحت الصفر. وطبعا هي أكتر من كده زي ما وضحنا، أو أقل من كده، بس بسبب إن البوردة اللي معايا ما بتقدرش تعمل قياس لأقل من كده. وزي ما واضح أمامكم المنظومة كلها شغالة تمام. نقدر نعمل أي تصميم لخزان صغير نضيف فيه المضخة بتاعتنا، بحيث إن احنا نقدر نخرج الهواء كله من الدايرة بتاعتنا، أو من نظام التبريد المائي اللي موجود معانا. وصلنا ل10 درجات تحت الصفر، وثبتت معانا على كده، ما عادش حصل اي تغيير. طبعا انا كنت مثبتها بقطعه الشرنك، كنت مثبت الحساس. فاضل معانا عشان نتاكد من نظام التبريد المائي اللي معانا كويس ولا لا، نقيس درجه حراره المايه اللي خارجه، ونشوفها مقارنه بدرجه حراره الجو. زي ما واضح امامكم، وصلت درجه حراره المايه ل37 درجة مئوية، أو تقريبا ل38 درجة مئوية. وزي ما وضحنا في أول الفيديو، من درجة حرارة الغرفة أول ما شغلنا البوردة كانت تقريبا 27 درجة، لو سيبناها تلاقوها تقريبا 27 28 درجة. يعني احنا كده قدرنا نحصل على فرق ما بين درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة النظام اللي معانا، أو درجة حرارة المية اللي خارجة من النظام اللي معانا، 10 درجات مئوية أو 11 درجة مئوية. وده ممتاز جدا على 4 ووتر بلوك، وعلى المروحة الواحدة اللي احنا عملناها، وعلى المنظومة دي. يعني لو انت بتعمل نظام التبريد المائي ده لجهاز كمبيوتر، هيكون مأنتخ وهو شغال معاك. وكده انا انتهيت من فيديو اليوم، ومنتظر تجاربكم طبعا اللي تقدر تبعتها لي على رقم اللي ظهر امامكم على الشاشة ده، رقم الواتس الخاص بيا، عشان انشرها طبعا على القناة باسمكم، علشان نقدر نحفز غيركم في ان هو ينفذ التجربة، ويعرف ان هو يقدر يصنعها بنفسه. وفي النهاية، تذكير الخير، ايه عملت طيب اليوم؟ ساعدت محتاج؟ زرت مريض؟ وصلت رحمك؟ او حتى سامحت حد كان بينك وبين خصومة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.